اهلا بكم شباب وفيديو جديد على قناه ليتو جيمز. اكتر من اسبوع ما اتكلمتش عن ارينا بريك اوت، وفي سؤال دايما بيتكرر هو ازاي احصل على اللوت، وهي ايه هي الاماكن اللوت اللي موجوده؟ ممكن يكون في مكان مستخبي واحنا ما نعرفوش، وايه الناس اللي انا دايما بتفرج عليهم على اليوتيوب بيجيبوا لوت كتير جدا، ازاي بس يجيبوا كل اللوت ده وانا حتى ما اعرفش ان انا اجيب ربع اللوت اللي هما بيجيبوه. This is a tough fight. With crises around you, shoot, move, and survive. You fail, you lose everything. Break out. Take it all. عندك اربع خرائط في لعبة ارينا بريك اوت، هي فارم وفالي ونورث ريدج وحتى الارموري، لكن في ثلاث مناطق اضافوا جديدة اللي هي المناطق المغلقة في فارم وفالي ونورث ريدج، وده بينهم فرق، يعني المناطق عادية ومناطق كمان مغلقة. الفرق بينهم هو الصراع على اللوت. المنطقة المغلقة فارم، فارم من اكثر الاماكن اللي بنسبة 90% بالتحديد الناس الجديدة بتنزل فارم، لكن لو نزلت المنطقة المغلقة فانت بنسبة كبيرة جدا بتلاقي اللوت فيها افضل بكتير جدا من المنطقة العادية. وهنا نتكلم عن اماكن اللوت في خريطة فارم. من افضل الاماكن في الخريطة وهي الموتيل، وده يمكن بنسبة 100% تقريبا كله بينزل الموتيل، لان في اماكن كتيرة فيها لوت جيد جدا افضل بكتير جدا من الاماكن التانية. واماكن اللوت هنا متحددة عندك على الخريطة وممكن تجيبها من الصفحة الرئيسية وتعرف المكان فين بالتحديد. المهم انت بتلاقي خزنة الوحيدة في الطرقة فاضية، وفي كمان بيبان مغلقة مستلزم منك انك يكون معاك مفتاح، ولازم تكون فاهم ان اللوت متغير، بمعنى ان مش كل مرة هتنزل فيها او تفتح فيها باب مغلق هتلاقي لوت كويس، لا ده انت ممكن تلاقي اللوت افضل منه في الخارج، يعني ممكن لو انت دورت في الصناديق او دورت في الادراج ممكن تلاقي لوت افضل من اللي داخل الباب المغلق. انا افتكر في مرة انا عملت فيديو، حتى كان فيديو ده قديم، كنت انا الاقي اللي هو الاسد الذهبي كان محطوط على مكتب، المكتب ده كان لوحده كده بدون باب مغلق بدون مفاتيح بدون خزنة بدون اي حاجة، وكان موجود ولقيت حاجات كتيرة حتى ذهبية كانت موجودة كده برضو في ده في الخارج خالص، ده من غير باب مغلق ومن غير اي حاجة. فاللوت دايما في اللعبة هتتلاقيه متغير ومختلف، مش كل مرة هتنزل تلاقي نفس الحاجة هتلاقيها هي، ومش كل فيديو انت تتفرج عليه مثلا اتفرجت على شخص معين عامل لوت كويس فانت اوعى تفكر ان الشخص ده كل مره بينزل يلاقي نفس اللوت او بيلاقي افضل حاجه، لا هو في حاجات كتيره جدا هو ما لقاش فيها، بس هو دايما بيظهر لك في الفيديو الحاجه اللي هو لقاها كويسه فدايما هو بيظهرها لك، لكن في مرات قبل كده هو ما عرفش انه يجيب فيها لوت كويس. ومش بس اللي انت بتلاقي اللوت في الادراج او في الملابس او في حتى الخزن اللي انت بتفتحها، لا انت كمان ممكن تلاقي في الاشخاص اللي انت بتقتلهم لوت كويس جدا، وده بيبقى الاغلبيه من خلال الاسلحه بتاعته او المعدات بتاعته، لانها ساعات بتبقى هو صارف عليها فبتبقى غاليه جدا، ودي بتعلي من قيمه اللوت بتاعك. كفرت اوبس او اللي انت تنزل محتال، ودي تعتبر من اسهل الطرق اللي انت تقدر تجيب فيها لوت كويس جدا، وطريقه يعني بسيطه جدا وبدون تعب وبدون حتى خساره اي شيء، يعني حتى لو مت انت مش هتخسر اي حاجه لانك نازل بوت فعادي جدا، فانت ممكن تنزل بوت وممكن تلاقي بعض الحاجات المهمه جدا والاسلحه الكويسه جدا، وممكن ده برضو ترفع قيمه اللوت بتاعك ويجي لك لوت كويس بسبب اللي انت نزلت كفرت اوبس. يعني انت ممكن تنزل في اليوم مثلا مرتين، وده كفيل جدا اللي انت تعملها كل يوم، كل يوم ما تيجي تلعب انزل في الاول كده انزل مرتين كفرت اوبس، هتلاقي نفسك بقى عندك حاجات كويسه جدا تقدر اللي انت تستفيد بيها في اللعبه. حدث الاير دروب، وده مهم جدا لانه بيجي لك لوقت محدد وبعد كده بينتهي، فانت المفروض لما ينزل لك الحدث ده لازم تستفيد منه باي شكل من الاشكال. طبعا الاير دروب بينزل فيه لوت جامد جدا يا شباب، والله بينزل فيه لوت جامد وفي حاجات بتبقى غاليه اساسا في السوق، فانت المفروض انك تستفيد من اللوت اللي بيطلع من الاير دروب. لازم ان انت كل ما تيجي تنزل تلعب تشوف اماكن الاير دروب فين وتشوف اللوت بتاعه، لان ده هيفيدك جدا. ده هو اللوت ده ممكن كفيل اللي هو يعني يكفيك عن اي حاجه وتطلع بيه وانت مرتاح، حتى لو انت ما لقيت الجيم مش كويس او لقيت الجيم ما فيش فيه اي حاجه، فانت ممكن من خلال الاير دروب هو ده يفنيك
يفنش لك اللعبة ويجيب لك من الاخر. وبعد ما عرفت انك تجيب لوت كويس، ماذا بعد اللوت؟ هو الحفاظ على اللوت نفسه، الخروج الامن. لازم تشوف اقرب نقطة خروج علشان تخرج منها بدون اي مشاكل. ما تحاولش ان انت تختلق المشاكل انت والتيم اللي معاك، حاول تحافظ على هدوءك، حافظ على اللوت اللي معاك. طريقة لعبك هي اللي هتخليك وهتوصلك لنقطة الخروج بدون اي مشاكل.